واش الخوت صباح الخير عليكم اليوم الى اين في نهار باش اليوم اخوتي غادي للقنيطره باش نتلاقاو مول البيسبولا. هاي اخوتي المحطه د لاكار حنا كنتسناو التران دايرين مع مول البيسبولا اليوم نتلاقاو ان شاء الله في قنيطره عند الياس القراري. تحياتي لذاك الراجل وتحياتي للناس ديال قنيطره كاملين الخوت. هو الشادو جاي عند الناس ديال الغرب. تحياتي لكم الرجال بيس. وكيف ما كتشوفوا الخوت دابا راني انا في قنيطره مول البيسبولا ما جاش قال لك حتى الحد الجاي عاد نديروا الفيس تو فيس وعاد 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 انت راك ما غادي تلعب ما والو. هذا اخر فيديو غادي نولي نهضر عليك. تحياتي الدراري ديال قنيطره. مرحبا الشادو. تحياتي بالرجال الرجال بالرجال الخوت. تحياتي المضي بيس تحياتي الشاطو. مرحبا بي عندنا في كبر بي في قنيطره. مرحبا بي مدينتو الثانيه مدينتو الثانيه الله يحن عليكم. الله يسلمك اخويا الشاطو الله يسركم اخوتي العز. ما عارفه كاينه حاضر واي الشادو شادو جي 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 هادي باش تعرفوا راه الشادو راه خونا واحد فيهم خويا بيس. تحياتي الخوت عبد الله مع الشادو تحياتي من قنيطره تحياتي من قنيطره الفيس يا بوكس تحياتي يا بوكس ولا انوكس والمغار خوتي احسن نهار دوزتو في مدينه القنيطره. الحمد لله تلاقينا رجال بزايد وكبروا بينا بحال اللي راني في مدينتي بحال اللي راني في بات. تحياتي ديما الناس في قنيطره خوتي راكم ديما في القلب بيس ليكم. اليوم خوتي راه حنا في مدينه القنيطره مرسين مع مول البيسبولا وما جا ما والو. ملي هضرت مع خوتي قلت له علاش ما جيتيش وكذا قال لك انا نتفرج في الوداد وكذا وهذا وتفرج في الوداد قول لها النوبه الاولى انت النوبه الاولى قول لها راني غنتفرج في الوداد انا راني لحد كاع ما نطلع القنيطره تراك ما قد لا بتحدي لا تلعب واش فهمتي خليني انا ولد فاس طالع لنا تال قنيطره باش نتلاقاو فهمتي الساعه انت ما جيتي ما والو ماشي مشكل قردعتينا هاني احنا ما يبقاش فينا الحال انت وما خوتها هي بلاصه قنيطره معروفه. مشيت للبحر الخوت بحال شي ماكريرور غادي عاوتاني ما كان غير الشاطو 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 كاين كلشي كيعيط غير الشاطو. تحياتي الناس ديال قنيطره كاملين اخوتي واحد واحد. تحياتي الرجال زعما نهضرو صراحه اخوتي كبروا بيا الناس ديال قنيطره واحد التكبير. تحياتي لكم الرجال ومرحبا باي قنيطره في فاس اخوتي اقسم بالله العلي العظيم مرحبا باي قنيطره كيف ما بغى يكون نوعو الرجوله والتواضع بنا نهزكم فوق راسي اخوتي. وكيف ما قلت لكم الخوت مول البيسبولا اخر نهار غادي نهضر عليك حيت انت لا علاقه حيت انت ما قاد لا تحدي لا تلعبه فهمتي انت ما قاد بلا تحدي لا تلعبه انت داوي خاوي. حنا في فاسر عندنا مع التطبيق شحال من واحد كيحسابو انا هادشي غاديرو تمثيل ولا كذا انا ما كنعرفش كاع التمثيل. انا اقسم بالله العلي العظيم تباغي نلعب معاه الكومبا ولا قال لي نديرو الفيس تو فيس نهبط لعندك لحد ما لحد. قلت له شوف دابا ما كاين لا حد لا خميس لا ثلاث هاد المنام اخوتي اليوم مفريه. دابا انت واخا تبغي تلعب معايا ما غاديش نلعب معاك ما غاديش نعطيك وقت. انت اصلا من دابا الفوق مول البيسبولا ما نوليش نعطيك وقت كاع انت ما نوليش نعطيك وقت كاع حيت علاش عطيتك اكثر من وقتك كنت نعرفك راجل رصينا قنيطره ونتلاقاو في قنيطره قال لي طلع في واحد اللايف قال وانت قلتي لهم انا غادي نتشوفوا في قنيطره وحلفوا فيا ولاد قنيطره اقسم بالله العلي العظيم وكنتي جيت يا اخي مول البيسبولا والله ما تتأذى بالله في قنيطره والله ما يأذيوك والله تتاكل وتشرب بيديك وبرجليك وتمشي وتقول هاد الناس الله يعمرها دار عندك تكون غالط. داز انت لاقي لي السباك تقول لي وصوناو عليا شي وحدين قالوا لي لا جيتي قنيطره نديروا لكم فعلوا لكم تركوا لك
حيت عارف راسك انت ناقصك رجوله ودير العيب داير العيب مع كل شيء. فهمتي انت اصلا داير العيب مع العالم مع فواسه مع السلاويين مع كازا ودير معاهم لعيب صاحب الله يهديك هامو البيسبولا. وكيف ما قلت لكم اخوتي ما نطولش عليكم تحياتي لكم، هذا اخر فيديو على مول البيسبولا. جا هو طلب مني قال لي الحد نديروها على حساب هذا الحد الجاي زعما، قال لك نديروا الفيس تو فيس وعاد نرصيو فوقاش نلعبوا. دابا ما باغي لا كومبا معاك لا والو، وما باغي لا فيس تو فيس لا والو. انت باغي شي لعبه باغي تلعب ديريكت هبط عندي الفاس سالينا سدات مادام. حيت علاش قول بتيني انا في هذه المجيه هذه رصينا مع الرجال ولا قنيطره وكذا رصينا العالم وما جيتيش فهمتي، ولكن ماشي مشكل كيقول لك الرجال بالرجال انت ما عندي ما ندير بك. الحمد لله كسبنا الغضب ديال الرجال. وكيف ما قلت لكم اخوتي دابا راه 94000 في القناه ديالي ديال يوتيوب، شكرا لكم بزاف، و 35000 في الفيسبوك. كنتمناكم اخوتي تزيدوني الدعم ونعجبكم مزيان ان شاء الله. وانا اخوتي راني ما كنمثل على حتى واحد في هذا العالم ديال التحديات، راني صاحبنا مول البيسبول رصيت معاه في قنيطره اخوتي وانا جيت هو راه ما جاش سدات مادام اخوتي. تحياتي لكم الخوت، كنحبكم في الله كاملين اخوتي.